ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وبالف صحة وسلامة. النهاردة جايلكم فيديو جديد، هو مش تحدي عشان بس المنظر ما يغركوش، هو تجربة. كنت انا عملت سلسلة تجارب، عملت فيديو واحد بس اللي هو تجربة اوبر سكوتر، والنهاردة جايين نجرب مطعم كده شهير كلكم عارفينه، يعني مطعم ستوماك بتاع علي غزلان. كنت معدي كده من قدامه فقلت نجرب ونعمل فيديو نقول لكم رأينا في الاكل، ويا رب بقى انا جايب وجبة كبيرة اللي هي الفاميلي بوكس دي، يا رب بقى الاكل يطلع حلو. يلا وهنشارككم معانا ان شاء الله المطعم والباكج عامل ازاي والتغليف عامل ازاي والكلام ده كله. هو عموما فتح فرع عندي هنا في الهرم، فرع جديد تقريبا يعني لسه ما اتعملوش افتتاح، فدخلت من الستاف كله شباب صغيره خالص يعني. طبعا يعني مش عارف يعني في كام حاجه كده ما عجبونيش هقوله لكم في قلب الفيديو، بس مش عارف بقى هل عشان المطعم لسه ما اتعملوش افتتاح فمش جاهز جاهزيه كامله يعني، ولا مش عايز تقولي حاجه؟ لا يلا بينا نفتح الاوردر كلنا مع بعض. طيب خلاص يلا يا جماعه نفتح الاوردر. بص هو الباكج مش احسن حاجه يعني، هي شنط بلاستيك زي ما انتم شايفين كده، هي مش احسن حاجه، دي اول حاجه لفتت نظري يعني. هو انا الوجبه تمام، ده العيش والبطاطس، يعني المفروض وجبه زي كده يعني يبقى معاها كميه بطاطس يعني. انا بصوا يا جماعه البطاطس دول شويه بطاطس في الطبق بتاع الريز يعني، ف دي تاني نقطه ما عجبتنيش بصراحه. ده البوكس يعني كماتيريال مش وحش، بس يعني كنت اتمنى ان هو يبقى ليه كفر غير الكفر البلاستيك ده، لانه مش بيحفظ الحراره بتاعت الاكل. تمام افتحي ده بقى كده، وجاي يعني المفروض ان هو جاي معاه 4 عيش تمام، وجاي لتر بيبسي، وجاي معاه 2 كولسلو، مش عارف بقى دول ايه بصراحه، ده يعني طحينه وريد صوص والكلام ده كله يعني. وتقريبا ده كاتشب او شطه يعني. احنا هندوق ونقول لكم دلوقتي وانتم معانا يعني ايه اخبار الاكل. هنقول لكم بكل صراحه عامه يعني، احنا بنحب قوي نجرب الحاجات. بصوا يا جماعه الاكل منظر يعني الفراخ حاسسها غامقه شويه، المفروض ان الفراخ بتبقى واخده اللون الذهبي صح؟ شويه انت رايك؟ انا حاسس ان هي غامقه صح؟ يعني هي الفراخ غامقه شويه، بس يعني احنا هندوق الطعم ونحكم. هو المفروض ان هو قال لي الفراخ فريش، انا المفروض قال لي الاوردر في تلت ساعه، حرفيا قعدت فوق الساعه الا تلت مستني الاوردر بتاعي، وقال لي الفراخ بتعمل فريش والكلام ده كله، فاحنا هنشوف يعني هنشوف ونقرر. يلا واكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات لو عايزيننا نستمر في السلسله دي، لو السلسله والفيديو بتاع النهارده عجبكم قولوا لنا في الكومنتات لو عايزيننا نستمر في السلسله دي ونجرب، وفي لو في اي تحديات ولا حاجه احنا جاهزين. بس انا والله كنا ناويين نعمل تحدي الاندومي الحار اللي هو الكوري ده، مش هتستحمل الشطه، ف يعني رجعنا في كلامنا والله كنا نعمل التحدي ده الاسبوع اللي فات، بس للاسف هي مش تقدر تاكل الشطه لان هي تعبانه، فاحنا قلنا بقى ايه، حتى الفراخ انا مش جايبها سبايسي يعني، قلت له سبايسي نص نص مش قوي تمام. حتى يعني حاطين لي هنا المناديل وفي قلبها جلوفز عشان يعني واحنا بناكل وكده لو انا هاكل في الشارع او حاجه، برده حاجه كويسه بصراحه يعني، لفته حلوه عجبتني، اللي هي الجوانتيات البلاستيك نلبسها بقى وخلاص. عموما احنا كشعب مصري ما بتفرقش معانا الباكج واللفه وكده على قد ما يفرق معانا طعم الاكل، بس انا على ما اعتقد يعني انه في يعني تجهيزات وحاجات في المطعم لسه ما جهزتش، لانه على يعني المفروض انه في ناس عملت ريفيو كتير جدا جدا على اليوتيوب، مش احنا بس يعني، مش احنا اول ناس نعمل ريفيو عن المطعم وبصراحه بيشكروا فيه، فعشان كده انا لما لقيته فتح عندنا في الهرم اتفاجئت بيه، فقلت لا لازم نجرب يعني. فكومنتات كتير ولايك، واللي بيتفرج عليا لاول مره يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا فيديوهاتنا اول باول، لانه انا عندي حماس بصراحه اعمل لكم فيديوهات حلوه جدا الفتره اللي جايه. واللي مش متابعنا يا جماعه على الانستجرام ينزل تحت في الديسكربشن هيلاقي الاكونت بتاعي والاكونت بتاع ايفو، ويخش يعمل لنا فولو ويتابعنا، ولو حد احتاجنا في اي حاجه يرسلنا على الانستجرام بنرد هناك على طول. الانستجرام برده هيظهر لكم على الشاشه هنا عشان لو حد مكسل يعني يخش على الديسكربشن تحت ويشوف. تمام يلا بقى عشان مش هطول عليكم عشان نبتدي الاكل، عشان انا جعان جدا بصراحه. عايز ادوق البطاطس، بطاطس بردت مش حاسس لها بطعم، بس عشان بردت. مقارنه بكنتاكي يعني، انا لو قارنت ستومك بكنتاكي هما برضو يعني اكيد مش هيجوا في خبره كنتاكي اللي بقاله سنين، بس يعني لا البطاطس بتاع كنتاكي احسن. ويعني نفسي اروح اجرب المطعم بتاع ايلاندز بتاع احمد حسن وزينب، بس ان شاء الله المره الجايه. بصوا هي كمقارنه طبعا الكنتاكي ما تقارنش حاليا بحاجه لسه مبتدئه، بس هي طعمها مش وحش، طعمها كويس برضه، بس هي عشان بس هي بس برده صح؟
هي بس كده عشان برده التوابل حلوه جميله جدا. يعني هي التوابل بصراحه عشان برده ايه ما نعقدش الناس. هي لا البطاطس حلوه كده. اول حاجه دقناها البطاطس، فالبطاطس حلوه. ايه رايك؟ جميله جدا. هي التوابل كويسه بس عشان برده. عشان برده مش اكتر. الاوردر حرفيا انا مستنيه بقالي ساعه بالظبط. تمام. يبقى انت بصوا، هي الفراخ غامقه شويه زي ما قلت لكم اهي. يعني هي الفراخ ممكن تكون باينه في الكاميرا. تمام. ممكن تكون باينه في الكاميرا ان هي لونها كويس يعني، لكن انا هي غامقه. هي غامقه حبه. مش باينه بصراحه في الكاميرا قوي. فاحنا ممكن بقى ندوق. ندوق بقى. تعالوا كلوا معانا. اتفضلوا معانا يا جماعه. يعني ما لا لسه 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 هدوق. مش من اول قطمه. هي سبايسي شويه. ذكر قطع ايه مش ولا كتير. هو الزيت باين قوي فيها. يعني هي عشان الزيت الفراخ مقليه فيه كتير، فباين قوي في الاكل بصراحه. مش قادر استحمل. لازم بيبسي. يعني هو الفيديو ده يا جماعه مش مقارنه، هو احنا بنجرب بس المطعم. وان شاء الله سلسله الفيديوهات دي لو عجبتكم هنكررها تاني كتير في مطاعم مختلفه. فاكتبوا لنا في الكومنتات لو انتوا عايزيننا نجرب مطعم معين، قولوا لنا في الكومنتات وان شاء الله هنجربه ونعمل لكم ريفيو عنه ونقول لكم راينا فيه ايه. بصوا، هو لقمه عيش بصراحه العيش بتاعهم حلو جدا. يعني انا الجو برد وانا جاي، يعني جاي استلمت الاوردر وفي نص ساعه في الطريق لحد ما وصلت البيت، لا يعني ما نشفش ولا اي حاجه. اللقمه بصراحه طريه فتشجع على الاكل. بس سبايسي يا جماعه. انا قلت له مش عايزه سبايسي قوي، بس لا كويس. يعني الصوص ده جميل قوي. هو سبايسي قوي برضه. ما بحبش الصوص بس انا ممكن ادوق علشانكم. يعني ما بحبش اي صوص نهائي. بس انا هو انا ليه حاسس انه جبنه؟ مش جبنه. امال ايه؟ دوق لوحده. لا يعني ما في عيش لوحده. مش حاسس ان انا باكل جبنه اللي هو المش ده لو عارفين. مش عاجبني. اكتر حاجه بعشقها الكول سلو. نجرب بقى. بصوا هي جايه العلبه بتاعتها اهي. معرفش بقى انتوا شايفينها ولا لا. هي دي عامله ازمه الصوره. بصوا للامانه هي مش وحشه، بس حاسس ان هي ناقصه حاجه. يعني مش عارف ايه، بس يعني مش الكول سلو اللي انا متعود اكلها. ايه حلوه. انت دقتيها؟ هي اذواق. يعني هي عاجباها بس مش عاجباني انا. بس الفراخ جميله بصراحه. الفراخ جميله وسبايسي خالص. هو تقريبا ما عندهمش وسط، يا حراقه يا عاديه. بصوا هو انا ممكن اجرب الصوص ده. جميل جدا ده. جربتيه؟ ايه رايك؟ انا بحبه. هو مشطشط قوي ومسبايسي قوي بس بحبه. يعني هو مدخن. هو في تدبيق تحس ان هو مدخن قوي كده، بس جميل بصراحه. الصوص ده عجبني قوي. لا الاورنج ده مش حلو. لا ده من بدري اقول لك كل ده.
انا مش قادر. بص ده كان فيديو النهارده وده كان تجربه النهارده. مطعم استوماك بتاع علي غزلان. بصوا يا جماعه قولوا لنا رايكم في الفيديو في الكومنت، ولو عايزيننا زي ما قلت لكم وبكررها عليكم تاني نجرب اي مطعم اكتبوا لنا في الكومنتات، وان شاء الله ننفذ طلبكم. واستنوا فيديوهات تانيه. عايز تقولوا اي حاجه؟ لايك لايك الفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واتمنى ان علي غزلان يشوف الفيديو ده. شكرا، واستنوا فيديوهات تانيه. باي.